قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في السنن الراتبة مع الفرائض. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب ذلك، لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطالع الفجر صلى 2 ركعة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وآكد هذه الرواتب 2 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وأما ما عدا 2 ركعة والوتر من الرواتب، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لا أتممت. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من